بعد إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان سنة 2001 على أيدي القوات الأمريكية وقوات الجبهة الوطنية الإسلامية المتحدة لإنقاذ أفغانستان، وبعد ما تولى الرئيس حامد كارزاي منصب الرئيس المؤقت، كان واحد من أول قراراته منح السياسي والعسكري الأفغاني البارز أحمد شاه مسعود لقب بطل الأمة الأفغانية. للأسف أحمد شاه مسعود ما حضرش تكريمه كبطل قومي في بلاده لأنه كان اغتيل قبلها، تحديداً يوم 9 سبتمبر سنة 2001، قبل هجمات سبتمبر بيومين بس، في هجوم انتحاري على أيدي 2 من عناصر طالبان انتحلوا شخصية مراسلين لقناة تلفزيونية. في الحلقة دي هنتعرف على قصة واحد من أهم قادة المجاهدين الأفغان، حارب ضد السوفييت أولاً وبعدها قاد المعركة لآخر نفس ضد طالبان والإرهاب من سنة 1992 لحد اغتياله. خلونا أولاً نرحب بمشتركين القدام وندعوك لو معدي بالصدفة وده أول فيديو تشوفه عندنا تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان نشوفك تاني. أحمد شاه مسعود اتولد سنة 1953 في مكان اسمه وادي بانشير، بالعربي يعني وادي الأسود الخمسة، وده سبب تلقيبه بأسد بانجشير أو أسد ولاية الأسود الخمسة نتيجة لإنجازاته العسكرية البطولية في مواجهة الغزو السوفيتي. مسعود في طفولته كان تلميذ حاد الذكاء وموهوب لغويا، لغة الأم هي الدارية ودي تعتبر لهجة من لهجات اللغة الفارسية وهي اللغة الشائعة عند العرق التاجيكي اللي بينتمي لمسعود، والموهبة اللغوية خليته يتقن لغات تانية زي الفرنسية والبشتونية والهندو والأردو غير إلمامه الكامل باللغتين العربية والإنجليزية. وعقائديا مسعود كان بيتبع منهج سني وسطي فيه لمحة صوفية قوية. والده كان ضابط كبير في الشرطة واتنقل لكابول، وده اللي خلى أحمد شاه مسعود يكمل دراسته الثانوية في كابول عاصمة أفغانستان. شخصيته المتواضعة والمنفتحة وانضباطه في نفس الوقت خلوه قائد طبيعي بين زمايله. بصوا يعني باختصار، أحمد شاه مسعود كان شاب باين إن له مستقبل، مثقف وبيحب الأدب والتاريخ والشعر والموسيقى ورياضي سابق سنه. يمكن ده حصل علشان كان بيقعد مع أبوه أصدقائه اللي كانوا بيسهروا يتكلموا في السياسة. في الوقت اللي أحمد شاه مسعود كان فيه في ثانوي كانت الطيارات الشيوعية بدأت تظهر في أفغانستان وبدأ الترويج ليها في المدارس، بس مسعود كان معارض للفكر الشيوعي وكان شايفه ضد مبادئه الإسلامية السنية. أثناء دراسته للهندسة في كابول انضم أحمد شاه مسعود لمنظمة اسمها الشباب المسلمين، وهي الفرع الطلابي للجمعية الإسلامية الأفغانية بقيادة برهان الدين رباني اللي بقى رئيس لأفغانستان فيما بعد. المنظمة طبعاً كانت مناهضة للفكر الشيوعي في أفغانستان وللتأثير السوفيتي المتنامي في البلد. الكلام ده حصل سنة 1973، وفي نفس السنة اتعرف مسعود على المهندس حبيب رحمن اللي كان على رأس الحركة الإسلامية في أفغانستان. الحركة عملت أول محاولة للتمرد أثناء حكم محمد داود خان، بس المحاولة اتكشفت وحبيب رحمن اتسجن، وأحمد شاه مسعود اضطر يهرب لباكستان واضطر يسيب دراسته الجامعية. وقتها بدأ قائد الجناح العسكري للحركة قلب الدين حكمتيار يقتنع بجدوى العمليات الإرهابية ضد المدنيين في مقاومة الشيوعية وتحقيق الانتصار سياسيا، بس مسعود كان ضد المبدأ ده تماما. وبعد حوالي سنة رجع مسعود لأفغانستان وقاد أول حركة تمرد مسلحة على الحكم الشيوعي الموالي للاتحاد السوفيتي، وكان عمره وقتها لم يتعدى 22 سنة، وقدر بالفعل يغزو إقليم بانجشير بالكامل وينزع سلاح القوات الحكومية. بس قلب الدين حكمتيار منفذش وعده لمسعود بعمل انقلاب عسكري في أقرب فرصة، فاضطر مسعود يستسلم وهرب مرة تانية لباكستان. وبعد فشل حركات التمرد انقسمت الجمعية الإسلامية لفريقين، فريق بقى ضد التمرد ومنهم مؤسس الجمعية نفسه برهان الدين رباني وكان مسعود في صفه، وفريق
بقيادة قلب الدين حكمتيار. سنة 1978 أسقط حكم محمد داود خان، واتقتل هو وعيلته كلها على إيد حزب الشعب الديمقراطي، ورجع مسعود لبنجشير علشان يقاوم الحكم الأفغاني الشيوعي. بس بعد تمرد مسلح استمر 40 يوم أصيب إصابة شديدة في رجله، وأيقن إن المقاومة المسلحة ما تنفعش قدام خصم متفوق عسكريا، ولجأ بعدها الحرب العصابات ونجح فيها جدا، وبقى بيعتبر واحد من أفضل قادة حرب العصابات في العالم. وفي سنة 1979 حصل الغزو السوفيتي اللي كان نقطة تحول في تاريخ أفغانستان وفي حياة أحمد شاه مسعود نفسه اللي كمل مقاومته للغزو السوفيتي، وصمد الجيش بتاعه اللي كان يدوب 2000-3000 مجاهد أمام 30,000 جندي سوفيتي مسلحين بالدبابات والمدفعية ومعاهم دعم جوي، وصد كل الهجمات اللي عملها السوفيت على بنجشير، ومن ساعتها لقب مسعود بأسد بنجشير. حتى إن في مراقبين دوليين قالوا إنه مسعود كان السبب في 60% من خسائر الجيش السوفيتي في أفغانستان عموماً. بس مسعود ما كانش قائد عسكري عادي كل همه الانتصار في الحرب وبس، كانت رؤيته للحرب هي إنها وسيلة لتحقيق السلام، وفي وسط كل الدمار كان بيحلم ويخطط لإعادة بناء البلاد، وكان بيجمع بين الأمل في الحرية والديمقراطية للجميع وبين الواقعية في السياسة والدبلوماسية والفهم العميق للتأثيرات الثقافية والدينية جوه أفغانستان. نجاحاته العسكرية وشعبيته الكبيرة حببت ناس كتير فيه، وفي نفس الوقت كونت له أعداء كتير، وعلى رأسهم قلب الدين حكمتيار. مفيش حد من أعداء أحمد شاه مسعود محاولش إزاؤه أو اغتياله. السوفييت رصدوا مكافأة مالية للي يقبض عليه، وحاولوا يغتالوه أكتر من مرة، ده غير محاولات اغتيال دبرتها الحكومة الأفغانية أو خصمه اللدود حكمتيار، وكل المحاولات فشلت. بعدها وفي سنة 1983 اضطر السوفييت إلى توقيع هدنة مع مسعود. دي كانت معاهدة تكتيكية أتاحت لمسعود فرصة يعيد تجميع جيشه ويحصل على دعم سياسي أكبر ويعزز المقاومة في مناطق تانية خارج بنجشير، ده غير الاستفادة من الثروات المعدنية للمنطقة في تمويل مقاومته ضد السوفييت. وفي أغسطس سنة 1986 بدأ مسعود حملته لتحرير شمال أفغانستان من السوفييت، ونجحت قواته في الاستيلاء على مدينة فاركور بما في ذلك قاعدة جوية عسكرية في طاجيكستان السوفيتية، يعني دخل جوه الأراضي السوفيتية، وانتصرت قواته على الفرقة 20 للجيش الوطني الأفغاني في منطقة نهرين في الشمال الأوسط لأفغانستان في نوفمبر من نفس السنة. أحمد شاه مسعود كان قارئ نهم، وكان من ضمن قراءاته ما كتبه تشي جيفارا وماو تزيدونج عن تكتيكات حرب العصابات، وده اللي خلى قواته متميزة جدا في نصب الكمائن للقوات السوفيتية والقوات الحكومية الأفغانية، اللي كانت صحيح متفوقة في العدد والسلاح بس ما كانتش متفوقة تكتيكيا، وكتير من السلاح ده بقى غنائم لقوات مسعود. وبعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان سنة 1989 صمد النظام الشيوعي في أفغانستان لمدة 3 سنين، بس لما انهار الاتحاد السوفيتي تماما أوائل سنة 92 فقد الشيوعيين السلطة في أفغانستان، وقدر تحالف جديد للقادة العسكريين الشماليين اسمه الجبهة الوطنية المتحدة لإنقاذ أفغانستان يسقط الرئيس نجيب الله من السلطة في 17 إبريل سنة 1992. وفي دولة أفغانستان الإسلامية الجديدة اللي تأسست بعدها اتعين أحمد شاه مسعود وزيراً للدفاع، ومع ذلك بدأ خصم قلب الدين حكمتيار بدعم من باكستان في قصف كابول بعد شهر واحد بس من تنصيب الحكومة الجديدة. وفي بداية سنة 1994 تشكل تحالف مناهض للحكومة بقيادة قلب الدين حكمتيار وعبد الرشيد دوستم المدعوم من أوزبكستان، وبتشكيل هذا التحالف دخلت أفغانستان في حرب أهلية.
وانتشرت أعمال النهب والسلب والاغتصاب وقتل المدنيين. الفظائع دي أدت إلى تشكيل مجموعة من الطلاب المسلمين في قندهار لجبهة معارضة للمقاتلين الخارجين عن السيطرة ولحماية أمن المدنيين الأفغان. المجموعة دي أطلقت على نفسها اسم طالبان، وكوزير للدفاع حاول أحمد شاه مسعود إشراك طالبان في محادثات لإجراء انتخابات ديمقراطية، بس قادة طالبان رفضوا. وبدعم عسكري ومالي من باكستان استولت حركة طالبان على كابول وأطاحت بالحكومة في 27 سبتمبر 1996، وانسحب مسعود وأتباعه إلى شمال شرق أفغانستان. خلي بالك إنه معظم قادة الحكومة السابقين وقادة التحالف الشمالي هربوا من أفغانستان بحلول سنة 98، أحمد شاه مسعود بس اللي فضل في أفغانستان. حركة طالبان عرضت على مسعود يبقى رئيس وزراء في حكومتهم مقابل إنه يتوقف عن المقاومة، بس هو رفض. وفي أوائل سنة 2001 اقترح أحمد شاه مسعود على طالبان مرة تانية إنها تنضم ليه في دعم الانتخابات الديمقراطية، وبرضه رفضوا. طالبان كانت حكومة متشددة، أجبرت النساء على ارتداء النقاب وحظرت الموسيقى والتعليم النظامي والاختلاط وحاجات كتير. ده غير إنها كانت بتؤوي قادة تنظيم القاعدة وعلى رأسهم السعودي أسامة بن لادن. في المرحلة دي أرسل أحمد شاه مسعود رسالة مفتوحة للشعب الأمريكي كان مفادها إن الشعب الأفغاني بعد ما تحرر من الاحتلال السوفيتي لسه بيحارب علشان يتحرر من التطرف والإرهاب، وطلب الدعم مباشرة من أمريكا، وحذرهم من خطر جماعة طالبان وفكرها المتطرف ورعايتها للإرهاب. وبيان ما باقاي بوشيس كي اگر در قسمت تأمين الصلح در أفغانستان توجه نشا ومردم أفغانستان در راي رسيدن الصلح كومك نكنا، بيقين كي مشكل نه تنها دامنگير افغانستان بلکه دامنگير امریکا و تعداد بیشتر از کشور. وقبل يومين فقط من هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة انتحل عنصرين من طالبان صفة مراسلين بيصوروا حديث صحفي، وحطوا كاميرا قدام احمد شاه مسعود وعملوا نفسهم خارجين يجيبوا حاجة من بره، وانفجرت الكاميرا ومات مسعود. المقاتل الشرس والسياسي المعتدل والمفكر المخلص لقضية وطنه وشعبه المطالب بالحرية والديمقراطية. أحمد شاه مسعود بيعتبر في الغرب الراجل اللي دق آخر مسمار في نعش الاتحاد السوفيتي وأنهى الحرب الباردة. دي كانت قصته. لو محتاج تعرف زيادة عن موضوع الحلقة هتلاقي المصادر في الديسكريبشن، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس، ونشوفكوا الحلقة الجاية.